لسنوات طويلة كان حزب الاتحاد الشرقي للقوات الشعبية حضور قوي على مستوى مدينة الدار البيضاء وعلى مستوى التمثيلية ديالو في المجالس المنتخبة سواء في أيام المجموعة الحضرية أو أيضا خلال وحدة المدينة، لكن مع السنوات الأخيرة ظهر واحد التراجع واحد يعني الفتور على المستوى التمثيلية الحزبية لهذا الحزب في هذه المؤسسات سواء على الدار البيضاء أو حتى على مجلس أو البرلمان. صحيح أنه وقع واحد قفزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة على المستوى الوطني، ولكن الحضور على مستوى الدار البيضاء ظل باهسا. واش نعتبروا بان الانتخابات جزئيه اللي تكون في عين الشق بدايه او اعاده بدايه لتوهج حزب الاتحاد الشرقي للقوات الشعبيه في مدينه الدار البيضاء، خاصه ان المنافسه تكون قويه وقويه جدا مع مجموعه من الاحزاب الاخرى. الحزب الاتحاد الشرقي كان واحد القوه على مستوى مدينه الدار البيضاء، خلال السنوات الاخيره تراجع الدور تاع الحزب هذا، علاش بالضبط؟ لا علاش هناك علاش هذه مناسبة اللي كندعو فيها جميع البيضاويين خصوصا سكنة عين الشق للتصويت على حزب الاتحاد الشرقي للقوات الشعبية، حتى يتسنى لنا أن نكون أكثر تمثيلية على مستوى المجالس وخصوصا على المستوى الحكومي، حتى كذلك تكون أكثر قوة على مستوى المعارضة وتقوية كافة أو فريق المعارضة، وهذا هو الغرض لنا. هذا هو الغرض. يعني نقدر نعتبر بأن المحطة تاع عين الشق تكون بداية الحزب على مستوى الدار البيضاء؟ لا، الاتحاد الشرقي ماشي البداية، هناك تاريخ على مستوى الدار البيضاء للاتحاد الشرقي، التمثيلية على مستوى المجالس، على مستوى البرلمان. نتمنى بعد الأطر الجديدة تكون خير سلف بخير خلف. نعتبر هذه اولا محطه سياسيه، لانه تثبت بانه كان تزوير في الانتخابات السابقه، بمعنى انه مجموعه من الاحكام ديال القضاء الاداري اللي لغات عدد ديال الدوائر في المغرب، ده يؤكد ما ذهبنا اليه في تحليلنا بانه كانت تجاوزات وكانت خروقات. اليوم المعركه في الدار البيضاء هي معركه الفساد والمفسدين، لانه الان ولا لوبي مافيات عقاريه كتسيطر على الشان المحلي وعلى الشان السياسي وكتضرب المصداقيه ديال العمل السياسي. كنعتبروا انه يمكن من خلال هذه الدائره، يمكن الا كان التزام الحياد الايجابي للسلطه، بان ماشي حياد وتكون السلطه متفرجه، وانه تمارس المهام ديالها في مراقبه العمليه الانتخابيه، وتخلي انه صناديق الاقتراع هي اللي تعطي التعبير الحقيقي، ماشي التعبير عبر المال او عبر النفوذ او عبر التاثير بوسائل العامه، اللي هذه الصفه اللي دفعت الناس، عدد كبير من الناس هاجرات مكاتب التصويت وهاجرات الانتخابات. كنلاحظوا تقريبا انه معدل ديال 10 حتى 12% ديال عدد الناخبين، اللي كيتم في الاغلبيه الناس المواطنين البسطاء اللي كيكون عندهم رغبه واراده باش يصوتوا كيقاطعوا الانتخابات، لانه كيشوفوا كيعتقدوا بانه ما غاديش تفرز الاصوات ديالو وما غاتعطيش النتائج، وهذا الشيء كيزيد يكرس هاد الانتصارات ديال هاد الفئات الانتهازيه. لذلك انه اقوى وسيله المحاربة الفساد هو المشاركة وحماية المشاركة. لا يمكن إعاز تراجع موقع الاتحاد الشرقي داخل مدينة الدار البيضاء إلى أسباب أو سبب واحد، بأسباب متعددة، هي ذات عوامل لها ارتباط، ما هو اجتماعي، ما هو سياسي، ما هو ثقافي. وهذه المسألة هي يعني ليست تتحكم فقط على الاتحاد الشرقي، على مجموعة الأحزاب التي كانت تنعت أحزاب الوطنية. وهناك من بين العوامل مثلا هناك العامل المتعلق ما جاء في تصريح السيد الكاتب او الحزب، متعلق بالنمط الاقتراع المعتمد على اللائحه، هو الذي يزكي المال وشراء الدماء. وبالتالي دعوه صريحه لعوده ما يسمى بالاقتراع الاحادي الاسمي، والذي يكرس دور الاحزاب التي لها ماضي تاريخي، لها جذور تاريخيه، لها ماضي نضالي برجالتها، وتجربه رائده ان صح التعبير، تجربه حكومة التناوب التوافقي برئاسة الراحل عبد الرحمن اليوسفي، كانت تجربة رائدة وكانت نتائج إيجابية بالنسبة للحزب.